عندنا مفاجآت تاني لسه بدري جدا، لكن المفاجأة التالتة هي مفاجأة كهربا، مفاجأة متكهربا. هي دايما محمود كهربا بالنسبة لنا واحد من ناشئين النادي الأهلي، ومحمود كهربا لما جه النادي الأهلي الحقيقة عمل فارق كبير جدا جدا في فترة قصيرة جدا، في ظرف أقل من سنة الحقيقة، وكان عليه ضغوط كبيرة جدا زي ما حضراتكم عارفين، ولكن في النهاية كهربا له دور مهم جدا زيه وزي بقية اللاعبين في التواجد في كأس العالم للأندية والوصول إلى برونزية كأس العالم للأندية. اللقاء اللي جاي مع كهربا، خلينا نطلع نشوف هذا اللقاء، وبعد هذا اللقاء فاصل ولا بلاش فاصل؟ خلينا نطلع نشوف كهربا، وبعد كهربا نرجع نكمل مع حضراتكم بقية مفاجآت هذه الحلقة. مستمرين معاكم، ولسه طبعا معانا في هذه اللحظات واحد من نجوم النادي الاهلي محمود عبد المنعم كهربا. كهربا ببارك لك على الميداليه البرونزيه. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الله يبارك فيك طبعا في الاول، ومبروك لجمهور النادي الاهلي العظيم طبعا، ومبروك للاعيبه الرجاله. لا مؤاخذه، ثانيه واحده يا ابني، ثانيه عايز اسجل بقى. قلب الدنيا انت يا غني. أربع أيام محبوس في الأوضة ما طلعتش، والله تعبت نفسيا، بس الحمد لله يعني فرحت يعني والله بالميدالية. طبعا حاجة كبيرة بالنسبة لي قوي، والواحد يعني الأربع أيام استحملهم يعني بالعافية والله، والميدالية اللي فرحتنا الحمد لله، المركز الثالث يعني اللعيبة الرجالة والجهاز الفني كله والإدارة يعني الحمد لله. كهربا بيحب ياخد اللقطة؟ والله بص يا أمير، عايز أقول لك حاجة، لكن يعني يمكن واحد طلع يتكلم قال لك بحب اخد اللقطه ومش اللقطه، يعني موضوع سهل والله ومش صعب. اللقطه دي اللي انا اخدها اصلا، انا بلعب في نادي الاهلي، نادي الاهلي كبير، كل خطوه محسوب عليك، يعني انت لو دخلت الحمام، لان مصر كلها تعرف ان دخلت الحمام، وانا يعني مش محتاج اخد لقطه ولا حاجه، يعني الحمد لله انا يمكن اسمي معروف، ويمكن الحمد لله محبوب من الناس كلها، يعني انا ما بكرهش حد، انا بحب الخير للناس كلها، بحب الناس كلها، انا ما بزعلش من حد، يعني يمكن انا بشوف اي حد في الدنيا يعني قريب مني او مش قريب مني بسلم عليه، حتى لو في بيني وبينه خصام، لان انا الحمد لله يعني والدي ووالدتي معلميني ان انا احب الناس كلها واحب الخير للناس، فبتبقى صعبه على الناس المريضه. ما هو الناس دي مريضه، فهي مريضه فهم صعب عليهم، يعني انت لما تتكلم كده انت اللي بتدور على الحاجه ديت مش انا، لان انا الحمد لله يعني انا يمكن يعني عايز اقول له مثلا يعني قول لنفسك. والله بص انا كان نفسي حاجات كتير، بس طبعا معلش والله يمكن شعار النادي ده يمنعني، يعني انا اسف والله، انا شعار النادي ده لو كنتش لابس شعار النادي دوت او بلعب في النادي الاهلي، لا انا كنت قلت حاجات كتير قوي، بس يعني هو اقل حاجه الناس بتدخل جوه النيه، وطول ما انت دخلت جوه النيه بقى انت بينك وبين ربنا، يعني حسابك مع ربنا بقى. انا ليه الناس بتركز مع كهربا شويه يعني؟ ليه بتركز مع كهربا؟ من وجهه نظرك انت يعني؟ عشان بيحبوني. لا والله يمكن جمهور الاهلي بيحبك طبعا، لكن انا بتكلم على بعض الاشخاص او بعض الجماهير الاخرى اللي بتحاول تركز مع كهربا وتتصيد لكهربا الاخطاء والمشاكل. في بعض الامور اللي حدثت، بس اي بني ادم ممكن يغلط، اي بني ادم ممكن يرتكب اي اخطاء، لكن المهم ان انت بتكمل مسيرتك بشكل طبيعي. بص والله يمكن يعني بحمد ربنا على جمهور الاهلي العظيم طبعا، على النعمه اللي الواحد فيها من حبهم، وطبعا يعني برضو يعني الجمهور برضو بشكر جمهور نادي الزمالك برضو، يعني يمكن مش كل الناس يعني من جمهور الزمالك بيشتموني، يمكن معظم الجمهور يعني بيحبني جدا جمهور الزمالك، لان هي الناس عارفه يعني كل حاجه، بس الناس طبعا بقى هم اللي بيولعوا على الدنيا، يعني في كم واحد كده بيطلع في الاعلام يولع على الدنيا، هو يعني الناس دي مريضه بجد، يعني انا ما اعرفش ازاي بتسمح لنفسك أو مثلا مراتك وعيالك يشوفوك وان انت تطلع تتكلم على واحد في تخص نيته، تخص جوه حاجه انت ما تعرفهاش. انا والله العظيم انا ولا مشكله من اي حاجه حصلت لي انا سبب فيها، يعني كل حاجه يعني، بس عشان هو المشكله الناس مركزه معايا بزياده عن اللزوم، يعني في مش الناس، مش الجمهور، ما فيش غسير عشان يعلوا البرنامج بتاعهم. فكهرباء عشان اسم كهرباء ترند. اديك انت قلت والله، يمكن هم بيحبوا يعلوا كده، فالحاله عايزه تعلى يقول لك كهرباء، فعشان خاطر ايه يجيبوا فيوز اكتر، لكن انت اصلا
يعني في ناس، يعني الناس دي نجوم، المفروض ان عيب اللي بتعملوه، يعني الناس دي اقل حاجه، انتوا كنتوا نجوم كبار ولاعيبه كبيره، فلازم تكونوا يعني قبل ما تتكلموا تسالوا مره واثنين وثلاثه. ويمكن انا بطلب حاجه يعني من الناس اللي بتقعد تتكلم عليا في الوحش، انا مش عايزهم يتكلموا عليا في وحش ولا يتكلموا عليا في حاجه ولا يجيبوا في سيرتي، يعني خليكم في البرنامج بتاعكم اتكلموا براحتكم بس. يعني طبعا انا حاجات دي يعني مش في دماغي، لان انا مركزت، انا قعدت انا طول فتره احترافي، يعني انا ما حدش استحمل اللي انا استحملته، يعني من ساعه ما جيت النادي الاهلي كل يوم شتايم كل يوم ضغوطات، بس انا عمري ما اشتكيت، لان الحمد لله انا برد في الملعب وبرد الحمد لله ببطولاتي مع زمايلي الرجاله واخواتي ويعني ان شاء الله لسه بدري، الواحد لسه عنده 26 سنه ولسه يعني لسه ان شاء الله اكمل مسيرتي كلها مع النادي الاهلي باذن الله، واخد كل سنه 5 6 7 بطولات ان شاء الله. انت بقالك سنه مع الاهلي، يناير اللي فات انضميت للنادي الاهلي من سنه، حققت كام بطوله لحد دلوقتي ما شاء الله؟ والله يمكن يعني من كام بطوله انا ما بعدهمش، لا والله يعني عايز اقول لك على حاجه بجد، النادي الاهلي يعني حاجه تانية خالص، يعني انا عايز اقول لك الواحد ما شاركش في الماتش الاخير بسبب يعني ربنا اراد كده، والله بجد ده ربنا، يعني ربنا اراد كده، ربنا شايل لي خير والحمد لله، لعيبه زمايلي اخواتي ما قصروش وخدنا مركز ثالث، وانا قاعد على السرير الميداليه يعني البرونزيه جات لي، ده في النادي الاهلي انت متخيل؟ والله يمكن انا عايز اقول لك على حاجه، يمكن الناس بتفكر كتير قوي ان انا بقعد اكيد ناس، ان انا بقعد اداي ناس، والله انا ماليش في الجو ده خالص، انا بحب الناس جدا، انا والله يا جماعه والله العظيم انا بتعامل بطبيعتي، والله العظيم بطبيعتي وبصفه نيه خالص، ماليش دعوه بحد، انا عايش حياتي بتبسط بفرح، هي الحياه بتعاش مره واحده وبكره يعني الواحد خلاص يعني هنخلص كوره، فانا بتمتع بكل لحظه انا موجود فيها وانا بلعب كوره بس، لكن انا مش قصدي اضايق حد والله، ولا اشتم حد ولا اغلط في حد، ولا انا بحب الناس كلها وفعلا يعني انا لو بحبك امير فعلا انا ما بعرفش اكره حد، بس انا لو في بيني وبينك حاجه وقابلتك في حته والله لسلم عليك، يعني انا بحب الخير لكل الناس. تتعامل على طبيعتك، انا واحد منطقه شعبيه من مصر القديمه، ابويا وامي معلميني ان دايما طول ما انت مع الناس خليك طبيعتك، ودي احلى حاجه. يعني طموحك الفتره الجايه مع الاهلي ايه؟ بتفكر في ايه؟ بتفكر ازاي في مستقبلك مع الفريق؟ والله الواحد ثانيه واحده بتكلم اكرم عامل دوشه، اكرم اخويا الصغير وحبيبي، لا اكرم ما شوف ما اقدرش، او انا بقى كنت ما قلتش اسم، ما اقدرش، تعرف ده قلب الاسد، ده قلب الاسد، ودلوقتي ابو توفيق يعني لسه مخلف توفيق، طبعا مبارك له عسل ربنا يحفظه، وكل شويه يقول لي يلا، وكل شويه انا هلعب مع مين تاني؟ بقول لك ايه، اسع هلعب حبيبي، لا الله اكبر، هلعب مع مين تاني في العيله عندكم، لعبت مع الثلاثه قلبي احمد، لا احمد ابو عبد العزيز، انت قلب، انت الفكه كلها احمد، خلينا نام شويه، ابو عبد العزيز خلي خلاص، لا حبيبي بهزر طبعا، اخواتي لا احمد وعبد العزيز طبعا اخواتي عسل، كل شويه يسالني لسه مخلف توفيق، كل شويه ابارك له، كل شويه يسالني يقول لي هتتجوز امتى، اقول له لا لسه، هو ده السؤال اللي انا عايز اساله لك، بتفهم؟ لا انا سامع، انا سامع ان قريب في حاجه ان شاء الله. هم بيدوروا على عروسه و لا 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 بنت الحلال انا لا ولا هنلاقيها، لا لسه والله بقى، ربنا يكرم والله، ربنا يكرم. بتفكر بقى في مستقبلك مع الاهلي ازاي؟ والله الواحد بيفكر في مستقبله، يعني انا الفتره الجايه مركز جدا والله، زي اول الموسم ان شاء الله، اتمنى السنه دي ان انا اختم كويس، ناخد البطولات كلها واساعد الفرقه واعمل حاجه، لان يعني خلي بالك انا يمكن زعلان بس في نفس الوقت برضو فرحان بالبطولات، ان انا برضو يعني لسه ما ساعدتش الفرقه ولسه ما زعلان من ايه؟ حاجه معينه؟ لا زعلان يعني لسه ما ساعدتش الفرقه بما فيه الكفايه، يعني بس انا يعني الماتشات كلها اللي بلعبها دايما، يعني انا يمكن لو شفت الاوقات الدقايق بتاعتي هتلاقي انا يعني دقايق قليله، بس الحمد لله عملت فيهم، جبت اجوان، عملت استات، بس طبعا يعني انا نفسي اعمل اكتر من كده، وده اللي يعني ده كان مزعلني الفتره اللي فاتت، وان شاء الله الفتره الجايه هعمل اكتر من كده باذن الله عشان افرح كل الجمهور اللي واثق فيا. جمهور الاهلي بيحبك قوي، حابب تقول له؟ لا جمهور النادي الاهلي دايما يعني انا واحد منهم، هم عارفين حاجه زي كده، انا واحد منهم، يعني انا
من وسطهم، ما اقدرش اقول لهم حاجه غير ان بحبكم جدا وعمركم ما خذلتوني بجد، ودايما في ظهري، وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. انا لسه 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 ان شاء الله هعمل حاجات كتير قوي ليكم باذن الله والنادي الاهلي طبعا يعني. واوعوا تزعلوا مني في اي موقف ولا اي حاجه، والله ما انا بعفويه وبطيبه، انا غصب عني لو في اي حصل لي اي مشاكل، بس انت عارفين الناس بتكبرها، وانا عارف يعني احلى حاجه ان جمهور النادي الاهلي كله عارف كل حاجه، وان شاء الله هنفرح مع بعض باذن الله السنه دي بالبطولات كلها، وهنرجع كاس العالم تاني. فرحكم، بحبكم جدا، بالتوفيق يا كهربا. الف الله يبارك فيك.